قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يعطي الدنيا للمؤمن والكافر، وعطاء الآخرة للمؤمن فقط. يقول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. العاجلة هي الحياة الدنيا، والآخرة هي الحياة الآخرة. الإنسان لو تفكر بعقله لماذا خلق؟ خلق هكذا كالحيوانات، يأكل ويشرب ثم يموت انتهى. لا، الإنسان يأكل ويشرب ويتمتع ولكن له نهاية. عقله يدله على أنه له نهاية. هذه النهاية لا تنتهي في الدنيا، بل حكمة الله تبارك وتعالى تمتد لتجعل للإنسان حياة أخرى يحصل فيها ما فاته في الدنيا. ماذا أو أي شيء فاته في الدنيا؟ الإنسان قد يعيش في الدنيا ولا يتمتع المتعة التامة. قد تكون هناك منغصات، قد يكون هناك ظلم. فإذا كانت الدنيا لا يجازى فيها المحسن على إحسانه، ولا الظالم على ظلمه، ولا يؤخذ الحق منه، فهذا يعني أن الإنسان خلق عبث. والله تبارك وتعالى يبين لنا أننا لم نخلق عبث، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هكذا بدون فائدة بدون هدف. لا، إذن لابد من يوم آخر في الآخرة، يوم الجزاء. سماه الله يوم الدين، مالك يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء. فيجازي الله فيه الخلق على ما فعلوا، ما فعلوه في الدنيا. هذه الدنيا ماضية، يوم يومين سنة سنتين 50 سنة 100 سنة تمضي، ثم يأتي ملك الموت. وأما الحياة الدنيا الآخرة فقد أخبرنا الله الصادق المصدوق في كتابه الحق الذي تبين بإعجازه أنه من عند الله. أخبرنا أن هناك يوما نعود فيه إلى الله فيحاسب كلا على ما فعل، فمن فعل مثقال ذرة خيرا يره، ومن فعل مثقال ذرة شرا يره. فمن الناس من يريد العاجلة أي الدنيا، ومنهم من يريد الآخرة. الذي يريد العاجلة وينسى الآخرة ولا يهتم بها هو الكافر، أي الذي يمشي على هواه ويفعل ما يشاء، يظلم، يتسلط، كل ما يستطيع أن يحصل من الدنيا هذا حلال، والذي لا يستطيع أن يحصله هو حرام. مثل الذئب الذي قفز على عقود العنب، قفز قفز فلم يستطع أن يتوصل، فقال: الله لا يجعلنا في الحرام نصيب. هذا مثل يعني يذكرونه. هذا حال الكافر الذي يريد أن يأخذ كل ما وصلت إليه يده، وكل ما استطاع أن يحصله من أهوائه وشهواته، ولا يفكر هل هذا ضرر له ولمجتمعه أم لا، إنما يفكر بمصالحه. هذا يريد الدنيا. والإنسان المؤمن يريد الدنيا، ولكن يريد الدنيا على الطريقة التي رسمها له الله. له غرائز
وله حاجات مثل حاجات الآخر الكافر الذي هدفه في الدنيا أن يتوصل إلى كل رغباته وأهوائه ولو آذى غيره. أما المؤمن لا، يتمسك بالطريق الذي يوصله للسعادة في الآخرة، فيحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، فهذا الذي يريد الآخرة. إذن ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا من كان يريد العاجلة أي الحياة الدنيا وشهواتها ومتاعها وطعامها وشرابها ولذائذها، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لا يظن الكافر أنه يحصل كل شيء، لا، ولو حصل الكثير ربما يحرمه الله من أشياء يفقد فيها سعادته، أشياء بسيطة. إذن ليس هو سعيد، دار السعادة هي في الآخرة. فمن ينظر إلى الناس في الدنيا يظن أنهم سعداء لأنه عندهم مال وعندهم شراب، لا، ليست السعادة بالمال بالطعام بالشراب باللذائذ بالشهوات، لا، هذا ما يظنه الإنسان، لأن الإنسان ركبت فيه هذه الشهوات من أجل أن يحصل مصالحه، ولكن هل حصل السعادة في الدنيا؟ ما أظن. دائما منغص، إن رزقه الله مليون بده اثنين، ورزقه اثنين بده عشرة، ورزقه عشرة بده عشرين، لا تشبع عين ابن آدم إلا من التراب، وتاب الله على من تاب. هذا في حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: لو كان ابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالث، ولا تشبع عين ابن آدم إلا من التراب، يعني لما بموت ما هو بده ذهب، ولا تشبع عين ابن آدم إلا من التراب، وتاب الله على من تاب. فهذا الكافر يريد الدنيا ويسعى لها، يتخذ الأسباب لتحصيلها محرمة غير محرمة، فيحصل منها ما قدره الله له ولا يحصل أكثر. وهذا ما يقع فيه بعض الناس من خطأ، يظن أنه والله الكافر فلان ومع أنه كافر حصل كل شيء سعيد عنده ولو كان عنده مال الدنيا، ولو تعرض إلى أعراض الناس وهتك الأعراض وكذا لا يحصل السعادة، قد يبتلى بمرض، مرض الإيدز أو غيره، فيحرم السعادة في الدنيا وسيحرم الجنة في الآخرة. إذن لا يعطيه الله من الدنيا إلا ما شاء، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم عندما يموت ثم جعلنا له جهنم يصلاها، الصلي الشوي من شوي في جهنم، يصلاها مذموما مدحورا مبعدا، مذموما من الذم، مبعدا مدحورا مطرودا مبعدا في جهنم. ومن أراد الآخرة، كيف يريد الإنسان الآخرة؟ باختياره بعقله، ما أجبره الله، ما أجبر الله إنسانا على الكفر ولا أجبر إنسانا على الإيمان. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ما هو سعي الآخرة؟ شياطين الإنس والجن تشعر الإنسان بأن سعي الآخرة صعب. الصلاة صعبة؟ لا، رياضة روحية، صلة بين العبد وخالقه حتى لا تشغله الدنيا والشهوات عن خالقه الذي خلقه وسواه وعدله والذي خيره بيده، هذا بداية الإيمان، الصلاة. ثم ماذا بعد ذلك؟ كل الأحكام الشرعية التي حكمها الله على البشر فيها صلاحهم، ما من خير إلا وأمر الله به، وما من شر إلا ونهى الله عنه. فإذا ربنا تبارك وتعالى عندما طلب منا السعي للآخرة، إن الصلاة تصلح سائر الأعمال، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. عندما يقول في صلاته إياك نعبد، يعني لا نطيع إلا أنت يا الله، فيخرج من الصلاة ويطيع الله فيما أمر، في علاقته مع زوجته، في علاقته مع أولاده، في علاقته مع في تجارته، في علاقته في مصنعه مع عامله، مع سيده، مع رئيسه، مع كذا. عندما يستقيم عمله على أمر الله، هذا هو الذي يسعى سعيا يوصله إلى الآخرة، إذا كان سعيه هذا عن إيمان، أي لأن الله أمر بذلك ويفعل هذا، هذا معنى الإيمان. وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي يجازيهم الله على هذا السعي بجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يقول الله رب تبارك وتعالى حتى ما يظن الناس أنه والله ليش يعطي الكافر، بلا يعطي خليه، لا،
الابتلاء والامتحان يكون عندما يعطي الله الجميع، والدنيا لا قيمة لها. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولذلك يعطي من الدنيا الكل، المؤمنين والكفار كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أي في الدنيا. أما في الآخرة فليس هناك نصيب إلا لمن آمن بالله وسعى للآخرة سعيها. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا عن أحد. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. في الدنيا تجد هذا عنده 10 قروش، وذاك عنده مليارات، هذا عنده الضعف والبساطة، وهذا عنده القوة والشدة. فالناس يتفاضلون بين بعضهم مهما حاولوا أن يسوونهم، أن يسووا ببعضهم تسوية تامة لا يمكن. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، فضلناهم بالرزق، فضلناهم بالصحة، فضلناهم بقوة السمع، فضلناهم بقوة البصر. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. في الآخرة بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماوات والأرض. بالنسبة للمؤمنين درجاتهم عالية، وأيضا يقابل ذلك أهل النار دركاتهم في النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. جهنم للكافرين بشكل عام. فليس الكفار كلهم منزلة واحدة، في كفار مثل فرعون متسلطون على الناس، وفي مساعدين لفرعون يتسلطون على الناس ويبعدون الناس عن طاعة الله ويأمرونهم بطاعة فرعون، فهؤلاء لهم منزلة معينة في النار، ليس كبقية الكفار. وهناك كافر بحاله ما بده يطيع الله، كيفه هو في جهنم، ولكن جهنم العادية. فإذا الكفار دركات مثل أهل الجنة درجات، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هنا يلفت النظر ربنا تبارك وتعالى في الآية الأخيرة من هذا النص، يلفت النظر إلى أن يهتم البشر اهتماما كاملا ودقيقا بألا يشركوا مع الله إلها آخر، أي معبودا آخر. يتحرروا من العبودية لغير الله. إذا تحرروا من العبودية لغير الله واعتقدوا اعتقادا جازما أن الطاعة لله فيطيعونه، ولو وقعوا في بعض الذنوب يغفر الله لهم ذنوبهم، ولكنهم يعفو الله عنهم فيخرجهم من الجنة، من النار إلى الجنة. أما إذا أشركوا بالله فلا مغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، أي شريكا في العبادة والطاعة، فتقعد مذموما مخذولا فتبوء بالمذمة والخزلان في جهنم والعياذ بالله تعالى. وأذكر الناس الذين كانوا مساعدين لفرعون، فرعون سوريا وغير فرعون سوريا، الذين يشتغلون مساعدين له ومشجعون له على الباطل من أجل أن يحصلوا مصالح في الدنيا، فيسعون لهذه الدنيا فقط وينسون الآخرة. أذكرهم بأنهم إذا أشركوا مع الله طاعة فرعون لن يكونوا إلا معه في جهنم، فلينتبهوا إلى أنفسهم. إذا كان فيهم عقل يختاروا الخير لأنفسهم قبل مجتمعهم، وإن كانوا غير ذلك فليفعلوا ما شاءوا، وملك الموت قادم وملائكة العذاب أمامهم، والله على ما نقول شهيد، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.